كتير أشخاص بيحكوا مع أولادهم بكذا لغة، وللأسف في أشخاص بيحكوا مع أولادهم بلغة بس ما بيتقنوها بالطريقة الصحيحة. اليوم اختصاصية النطق معنا رح تخبرنا عن مساوئ هيدي الشغلة وتخبرنا أكتر عن ثنائية اللغة. تيوصلكم كل شي جديد عملوا سابسكرايب للتشانل. خلينا نشوف سوا هالفيديو بنصيحة أونلاين. بونجور، معكم لوسيان درويش أخصائية نطق ولغة، واليوم رح نحكي عن موضوع كتير أشخاص بتسأل عنه يلي هي البايلينغوليزم أو ثنائية اللغة. شو تعريفها؟ كيف بتصير؟ وكيف بتأثر على التطور اللغوي عند الولد؟ ثنائية اللغة أو البايلينغوليزم هو لما الشخص بيكون عم يستعمل أكتر من لغة لحتى يكون عم يتواصل مع محيطه. مش معناتها أنه هو بده يكون بذات الاحترافية باللغتين، لا، بس معناتها أنه هو بيقدر يستعملهم أو إن كان حكياً أو إن كان كتابةً. وإجمالاً بيكون في عنا شيء اسمه dominant language، يعني اللغة الطاغية يلي هي L1، واللغات الثانية يلي بتجي من بعدها. كيف بصير تطور ثنائية اللغة؟ إجمالاً بصير بطريقتين. أول وحدة يلي هي spontaneously، يعني نحنا منتعلم اللغتين أو الثلاث لغات بذات الوقت مع بعضهم، مثل بلبنان منحكي مع الولد عربي وفرنسي وإنجليزي بذات الوقت، أو بتصير بمرحلة لاحقة، مثلاً لما نحنا منفوت على مدرسة جديدة أو لما منسافر على بلد جديد. هل يا ترى إذا الولد تعلم أكثر من لغة إن كان بذات الوقت أو إن كان وراء بعضهم رح يتأثر اللغة تبعيته؟ الجواب هو لا. أول وحدة، الأشخاص يلي عندهم ثنائية اللغة بيكون في عندهم قدرات ذهنية وانتباه أكثر من الأشخاص يلي هن عندهم مونولينغوليزم أو أحادية اللغة. ليش؟ لأنه وقت الشخص بيكون عم يحكي مع شخص تاني مثلاً بالإنجليش بيطلع فيه بيقول له هاي هاو ار يو دوينغ، بس إذا عم يحكي معه هو فرنش بيقول له سالو كومان فاتو. كرمال هيك هيدي النقلة يلي عم بتصير بين لغة ولغة وبين شخص وشخص بتدلني انه الانسان يلي عم يحكي هو انه عنده قدرة على المنتل فليكسيبيليتي او الليونة الذهنية اكتر، وانه هو عم يقدر يقسم انتباهه بين شخص والتاني وما عم يخلط اللغات مع بعضهم. تاني حسنة كمان هي انه بايلينغوليزم اوقات معقول يكون عم بأخر ظهور الديمنشيا او فكرة نسيان الكلمات، سو هيدا الشيء كمان كتير ايجابي. وتالت ايجابية كمان هي على المستوى الاجتماعي، كل ما نحن صار في عنا معرفة للغات أكتر، كل ما نحن صرنا منفتحين على العالم أكتر، كل ما نحن صرنا عم نقدر نعمل بوندز مع العالم، كل ما صرنا عم نقدر نحكي، كل ما صرنا عم نقدر، هيدا الشيء عم بيساعدنا على المستوى الاجتماعي، العملي، العاطفي وأشياء تانية كمان. هيدا الشيء بدلني إنه ثنائية اللغة هي شيء كتير مهم نحن نكون عم نعززه عند الأولاد، وخاصة بالمجتمعات العربية اللي نحن فيها، لأنه كتير معروف قديه نحن من وقت ما الولد ببلش يحكي منبلش نحكي معه عدة لغات. ثالث نقطة وأهم نقطة رح أحكي فيها وكل الأهل بيسألوا عنها، هو إذا أنا بدي أعلم ابني أو بنتي كذا لغة بذات الوقت كيف لازم أكون عم بعمل؟ كتير في دراسات حكيت عن هذا الموضوع، بس أنا رح أقولكم أنه ما في شيء اسمه أحلى طريقة، في طريقة بتناسب الأهل، كل حدا حسب مجتمعه وكل حدا حسب عائلته. وآخر نقطة وأهم نقطة أنا نكون عم نحكي فيها هي كيف نكون عم نعلم أولادنا كذا لغة بذات الوقت بدون ما نكون عم نأثر عليهم بطريقة سلبية. أهم نقطة بقلكن إياها هي إنه بغض النظر شو اللغة يلي بدكن تكونوا عم تستعملوها، كتير مهم إنه ما نكون عم نخلط لغات بذات الجملة. مش مامي روح جيب البنان من البراد، أو روح أبورتي لبال والعب فيها مع رفيقك، لا، يا روح جيب الموزة من البراد يا جيب الطابة والعب فيها مع رفيقك. كتير مهم إنه اللغة أو الجملة تكون أحادية اللغة لحتى نكون عم نشتغل على المخزون اللغوي وعلى القواعد تبعت الجملة. في ثيوري بتقول انه الافضل انه كل حدا من الاهل يكون عم يحكي لغه واحده مع الولد يلي هي one parent one language. هيدا الشيء بيقدر يكون فيزبل لبعض الاهل بيقدروا يطبقوه، في اشخاص ثانيين ما بيقدروا يطبقوه، لانه يمكن هيدا الشيء اوقات بيتعارض مع قديش علاقتنا مع الولد عم بتكون طبيعيه، يمكن تكون صعب علينا انه نجبر حالنا انه نكون عم نحكي مع الولد لغه واحده. هيدا الشيء بيرجع اوقات لنمط حياه الاهل هن بيكونوا عم يقدروا يقرروه، بس مش معناتها انه اذا انا قررت اني انا اكون عم بحكي مع ابني بالعربي لانه انا بحكي كثير منيح عربي، وبيو لانه بحكي كثير منيح انجلش يحكي بالانجلش، مش معناتها انا ما فيني احكي بالانجلش وبيو ما بيقدر يحكي بالعربي.
كتير مهم انه انا اللغة يلي انا بدي نقيها تأحكيها مع ابني، مهم انه انا اكون محترفة فيها. اذا كان مستواي وسط او اقل من الوسط، هذا الشيء رح يأثر عليه ورح يكتسب اللغة بطريقة خاطئة. بعرف انه هذا الموضوع بهم كتير اشخاص منكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه وقدرتوا تاخدوا المهارات الاساسية لحتى تستعملوها مع الولاد. هيدا كان موضوعنا لليوم، إذا حبيتوه فيكن تعملوا شير ولايك وسبسكرايب، وكمان فيكن تشاركونا آرائكن وأسئلتكن بالكومنتس.